الله الرحمن الرحيم. فتح بسم الله الرحمن الرحيم. فتح الدكاش علاء عبد الله. عمر علاء عبد الله. يا عمر انت يا ابني بتاجر في الحشيش؟ ده ايه؟ اتكلم ماشي اتفضل. زعق شويه. عمر علاء عبد المنعم السعودي خريج ليسانس ألسن دوري 2014. موجود في سوق العمل من قبل ما اتخرج، يعني شغال في سوق العمل من قبل ما اتخرج. اشتغلت في مجال السياحه واشتغلت في مجال الالكترونيات. بعد ما اتخرجت اشتغلت في شركه جوينا في من اير في شركه العربي. اخر شركه اشتغلت فيها كانت بريميوم شركه انترناشونال، كنت تيم ليدر يعني بليد ب 15 فرع. انا مش محتاج ان انا اتابع في المخدرات. بس اللي حصل يا فندم، ممكن اتكلم يا فندم؟ قول يا ابني ما انا سمعت اهو. اللي حصل يا فندم والمحامي بتاعك سمح. تمام يا فندم. اللي حصل اللي حصل يا فندم ان الظابط جه وقال ان انا من مباحث الكهرباء، ولما طلع فوق اتكلم معايا قال لي انا انت تعرف حد اسمه صلاح وحد تاني اسمه مصطفى؟ انا ما اعرفهمش. هو لما وراني الصوره بتاعتهم قال لي انا في الناس دي المفروض ان هم بيعملوا معرض للعربيات. ايوه. المفروض ان هم عايزين يكلفوا المعرض ده تمام تكييفات واجهزه. فبيقول لي انت كنت قاعد معاهم في المكان في المعرض. التحريات يعني اللي عامل التحريات شافك وانت قاعد معاهم. فانت اكيد تعرفهم. قلت له يا فندم هو كانوا عايزين يعني بيقع للمكان تكييفات واجهزه كهربائيه، ما اعرفش اي حاجه عنهم تاني. واديته ارقام تليفوناتهم واديته كل البيانات اللي انا اعرفها عنهم. يعني يا ابني المخدرات ديت 4 كيلو 848 جرام مش بتوعك؟ والله ما اعرف اي حاجه عنهم. هو الاقراص كان في اقراص مخدره الظابط قال لقيتها، واللي جه التقرير قال ان هي خاليه من المخدرات، لكن ال 4 كيلو او ال 5 كيلو اللي شويه دول مش بتوعك؟ الاحراز يا فندم قال لي بتاعتهم، ولو ما قلتليش على مكانهم انا هلبسهالك. يعني انا هلبسك الاضيه، انا ما اعرفش اي حاجه عنهم، انا ما اعرفش اي حاجه عنهم لان هم قابلوني مره واحده وكانوا عايزين تكييفات للمعرض اللي هم بيعملوه، معرض العربيات اللي هم بيعملوه. انا ما كانش معايا غير ارقام تليفوناتهم. قدمت لهم عرض سعر، بعت لهم عرض سعر على الواتساب، وما اعرفش اي حاجه ثانيه عنهم. قال لي اللي عمل عنك تحريات هو شافك معاهم في الوقت ده، فانت اكيد هتعرف كده. انت ليك طلبات؟ اه ان شاء الله يا استاذ. هو اسمه عمرو مش عمر. في امر الاحاله مكتوب عمر، لكن في الورق في تحقيق النيابه وفي اذن النيابه عمرو. اه يعني امر الاحاله في خطا مادي. خطا مادي يعني. اه يا ريس. نشوف كده تحقيقات النيابه. اه تحقيقات النيابه عمرو فعلا. اه. حتى رقم القومي موجود اهوت. يعني صحة اسم المتهم، اكتب يا ابني كده صح الاسم. عمرو علاء عبد المنعم الصاوي. وانا مقدم الاسماء بتاعت سعادتك في التجميلات مكتوب الاسم فيها صح. طيب احنا كده صحنا الاسم اللي هو الخطا المادي اللي موجود ده. طيب انت طلباتك ايه؟ ليا طلب بقى سعادتك، انا عايز سعادتك محرر المحضر اللي هو ظابط البحث التنفيذي. ايوه جنابك يا ريس. محمد احمد عبد الله عطيه. تمام. وعايز حضرتك دفتر احوال اسم شرطه الطلبيه عن يوم 9/7/2022. ليك طلبات تاني؟ لا يا ريس، عايز بس هجيب شهود النفي لو اذنت لي باعلانهم. ماشي، مش اذنت لي. طيب اللي هو قايل عليهم في قلب التحقيقات سعادتك، قال البواب ومراته وشريف. هو ذاكرهم عند السيد الجليل وكيل النيابه. اللي هو قال ابو يوسف اللي هو يوسف شريف. ايوه فندم. والبواب وزوجته. ابو عماد اللي هو البواب وزوجته. وجار ليه اسمه كريم. ايوه فندم. عايز تثبت ان المباحث طلعت لفوق ونزلت. شايفين كل حاجه دول سعادتك في الوقت المناسب والكل. طيب هات معاك الشهود اللي انت عايزه. حاضر. لجلسه 12/3/22 يضم دفتر احوال قسم الطلبيه
عن يوم 9/7/22 ولسماع شاهد الإثبات كطلب الدفاع وللشهود نفي. Come on, the judge!